ما فهمت الزلمة سؤالك، شو خص رز بمرحبة؟ صراحة يعني مش معصب أنا. شو خص بضايع شحن في مشروعك البرمجي؟ أنا بدي أفهم. يعني أنت بتبيع السوفت وير، شو خصه بالبضايع؟ ولا أنت حابب تعمل شيء زي مواقع البيع تبعية علي إكسبرس وخلافه؟ طيب بدك تبرمج برامج تشتغل عبر الانترنت؟ تشتغل يا ماركوس، انا بحل لك. لا عادي، سوكت بروجرامينج، شو فيه ثريدز وسوكت، تعملها تشات سيرفر مره واحده وتشات كلاينت وخلاص. مشاريع تجارية، مشاريع تجارية، أنت عم تحكي عن المواقع مش مشاريع، بتحكي عن المواقع، أوكي، مواقع البيع، أوكي. وبعدين شو أنت بدك تحط؟ عادي معروفة، بحطوا فيدكس ودي اتش ال وهيك شغلات للي بده يدفع بالغالي، أو فيك تحط البريد الحكومي تبع كل بلد، تمام؟ مش شو بدك تعمل يعني؟ بدك افتح 17 تراك، حط هذا البرنامج 17 تراك، هلا بفرجيك إياه، تمام؟ هذه أيقونة، شفت الأيقونة الزرعة عليها 17، هيدي تمام، هاي أوكي، هاي نفتحه. هي 17 تراك تمام، جيب أوكي. في شوية أغراض إلي هي يعني. تمام، هذا خلص، هذا نزل، شوف هون، طيب اوكي. انا بس بدي افهم وراح التعليقات. ماشي، على شاشة التليفون مش عارفين التعليقات. على كل طيب، ولماركوس بالنسبة لبرامج الشبكات، حاب تعمل برامج دردشة، ايميل، عميل ايميل، ويب براوزر، شو بعرف شو بدك تعمل؟ اعمل اوكي، هاي برمجة الشبكات. شو في حاب تعمل سيرفر مثلا شيء زي الاني ديسك وهيك بدك يا عمي.